خلينا نروح بقى ونتكلم عن احداث برضو مهمه جدا، واللي كان امبارح وهو قرعه دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، واتكلمنا عنها قبل كده. اللي بيشارك فيها خلاص النادي الاهلي ونادي الزمالك من مصر زي ما احنا عارفين. امبارح الاهلي يعني توضحت المجموعات بالنسبه له، هو معاه في المجموعه كالعاده سان داونز. انا مش عارف ايه القصه بجد، سان داونز يعني للمره الخامسه على التوالي في حاجه والله. الاهلي برضو وسان داونز هيكون في مواجهه افريقيه، وهنقول بالتفصيل على مدار الحلقه تاريخ كل المواجهات بينهم. كمان معانا الهلال السوداني برضو، ده للمرة التانية على التوالي، وهيكون معانا بطل السودان وكمان كوتون سبورت الكاميروني. يعني بتكلم عن مجموعة لو انت جيت قيمتها كده هي مجموعة متوازنة بشكل برضو كبير. واكيد برضو المرشحين الاهلي لو احنا هنتكلم المستوى قريب من بعض، والاهلي وسان داونز، لكن برضو الهلال هيبقى اسمه تاريخه مرشح فوق العادة زي ما بيتقال. طيب كوتون سبورت برضو اللي عنده مشاركات كتيرة جدا في دوري الابطال، واعتقد وارد جدا ان هو يكون منافس يا كريم برضو للتاهل للدور الثاني. انا شايفه كده. وعايزه برضو الاول قبل ما نتكلم شويه بالتفاصيل عن مواجهات الاهلي مع سان داونز، يعني اخد حضراتكم او اشرح كده الوضع الحالي للمنافسين كمان بتوعنا في المجموعه. طبعا احنا بنتكلم اولهم سان داونز، هو بطل النسخه طبعا الاخيره من الدوري الجنوب افريقي، وكمان هو متصدر الترتيب الحالي بعد مرور هنا 12 اسبوع برصيد، تحديدا بلغه الارقام هنا بقى هنتكلم 28 نقطه، يعني بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسي. طيب ده المنافس الاول. المنافس الثاني عندنا نادي الهلال، وهو حامل لقب بطوله الدوري السوداني، وكمان متصدر يعني الترتيب الحالي برصيد هنا 30 نقطة من 10 مباريات، يعني كسب العشر مباريات كلهم لغاية دلوقتي، فطبعا حاجة كبيرة وفارق عن أقرب منافسيه بثمان نقاط. طيب مين هو المنافس الأخير زي ما كنت بقول لحضراتكم؟ هو كوتون سبورت الكاميروني، وهو وصيف الدوري الكاميروني للموسم كمان الماضي وثالث الترتيب الموسم الحالي، يعني منافسين على مستوى أعتقد جاهزية عالي جدا، وكلهم أبطال من بلادهم أو في بلادهم، وكلهم متمرسين زي ما بتقال على المنافسات القارية. مجموعة وإن كانت إحنا واخدين عليها، يعني إحنا مش مع مجموعة جديدة أو حاجة بنواجهها، لا تقريبا نسخ متعددة واجهنا بعض المنافسين فيهم زي ما كنت بتكلم، وده بيدي إلى حد ما طمأنينة. لكن على الصعيد الثاني هم منافسين، وإن تكرروا منافسين تقال، ومحدش عارف برضو من موسم لموسم من بطولة لبطولة المستوى بيبقى عامل إزاي. فكل التوفيق إن شاء الله لنادينا، نتمنى نشوف أداء ونتيجة مرضية لكل جماهير النادي الأهلي إنها تستحق ذلك يعني. يا رب إن شاء الله. وبطبيعة الحال يعني أي منافس بيوصل للمرحلة دي، مرحلة الدور أو دوري المجموعات، ده معناه انه اكيد عنده الرغبه في مواصله المشوار لغايه الادوار النهائيه، هو عنده كل الدوافع الكبيره في البطوله الاهم والاكبر والاشهر في قاره افريقيا.